أنا تنظن بالنسبة لتفعيل هذه البنود المتعلقة بالأمازيغية في الدستور كعدة بنود اللي متعلقة بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية التشاركية، لابد يعني من نقاش وطني تعددي، لأن القضية ماشي فقط في بلورة القوانين، يعني القوانين بلورة القوانين المتعلقة بالتقسيم والتفعيل الحقيقي وفعلي لهذا الحق المكتسب، ولكن كذلك بنود أخرى تطلب حد النقاش وحد الدراسة وكذلك الاستفادة من 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 التجارب الدولية. التعددية اللغوية إشكالية حقيقية، يعني اذا حنا عندنا المكتسب، ولكن الان كيفاش غنفعلوه؟ كيفاش شنو هما الامكانيات؟ شنو هي المناهج؟ شنو هي الارضيات الثقافيه اللي ضروري باش نحضروا ليها، خصوصا فيما يتعلق بالمنظومه التعليميه؟ يعني الان المطروح علينا هو انه يعني تعليم اللغه العربيه وتعليم اللغه الامازيغيه للاطفال ديالنا في كل المستويات، وهذا تيطلب مجهود بيداغوجي ويعني في البرامج وفي الموارد البشريه يعني اللي مهم جدا، لكن كذلك ضمان يعني الولوج للغات الدوليه، يعني ولهذا يعني المطلوب خلال السنوات المقبله هو انه الاطفال ديالنا يتملكوا ثلاثه اللغات، وهذه الاشكاليه اللي تنظن يعني اشكاليه حقيقيه لابد عليها من نقاش ومن استفاده، كذلك كيفاش دول اخرى دبرت تعدد يعني التعدد اللغوي. المجلس الوطني لحقوق الانسان غيسام يعني بطريقه متواضعه في هذا النقاش بحد ندوة يعني اللي غيحضر نهار 12 و13 جانفي 2013 في مدينه الفود، اللي غتجمع يعني نخب جمعويه، فاعلين جمعويين، يعني اساتذه اكاديميين لدراسات وتقديم ان شاء الله بعض المقترحات في الامازيغيه. الان في الحقيقه باقي ما كاينش شي افق واضح في بلادنا، طبعا الدستور قرر اللغه الامازيغيه لغه رسميه، ولكن معلقها على صدور واحد القانون سموه القانون التنظيمي. القانون التنظيمي اللي باقي تنتظروه دابا الان تقريبا دازت سنه ونص على صدور الوثيقه الدستوريه، باقي رهانات كبيره لان نصف ديال الدستور الان غادي يتم معالجته عبر القوانين التنظيميه، والقوانين التنظيميه فعلا الا استحضرنا الجانب ديال المقاربه التشاركيه ومفروض على الجمعيات انهم يلعبوا الادوار ديالهم في الاتجاه ديال ان هذا القانون التنظيمي يكون تيتجاوب ولا تيتماشى وتيتلائم نسبيا مع المقررات ديال الوثيقه الدستوريه وفي نفس الوقت مع ما قررته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كاين عمل كبير تنقوم به على المستوى ديال الشبكة الأمازيغية من أجل مواطنة منذ 10 شهور هذه من أجل وضع هذا القانون التنظيمي اللي غادي يحدد المسارات ديال التفعيل ديال الطبعة الرسمية ديال اللغة الأمازيغية، وكذلك المجالات ذات الأولوية من بينها الإعلام والتعليم ومنظومة العدالة وطبعا الإدارة الترابية. المفروض نستحضروا الأبعاد المختلفة في وضع هذا القانون، وطبعا المسارات اللي حنا اشتغلنا عليها الان وصلنا الى وضع مشروع القانون التنظيمي ديال الامازيغيه اللي توضع عند السلطات الحكوميه والسلطات البرلمانيه والفرق البرلمانيه، واللي عالج مجموعه ديال الامور المتعلقه بالمجالات اللي يمكن تدخل فيها الامازيغيه والشكل باش تدخل، وكذلك الجواب المؤسسات ديالها. الان عمل ديال الضغط وديال التاثير وديال خرق اللوبيات ديال المرافقه ديال هذا القانون التنظيمي باقي حنا تنوجدوا المسارات ديالها، غادي تبان عما قريب مدى التجاوب ديال الحكومه مع هذه المقترحات، وكذلك الاسلوب ديال المعالجه ديال السنوات ديال التهميش وديال الاضطهاد وديال القمع ديال الحريات وبالاخص الحريات المتعلقه بالحقوق اللغويه والثقافيه الامازيغيه. زين على السؤال ديالكم حول مدى وصلت اليه الامازيغيه، فكما تعلمون الامازيغيه تمت اصدارتها، لكن الى حدود الساعه القوانين المنظمه للمجلس الاعلى للثقافه واللغات والقوانين التي ستنظم ما مصير المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه لم تصدر بعد، وبالتالي تصدر او تفعيل هذا الترصيد لا زال يتعطل الى حد ما، لكن هذا لا يعني انه توقف العمل، بمعنى ان العمل استمر على ما هو عليه سواء على مستوى ادماج اللغه الامازيغيه في التعليم، سواء التعليم الابتدائي او التعليم العالي، كما انه تكميل مستمر والبحث مستمر في هذه المساله، لكن دسترة بمعنى الكلمه لا زال تفعل بما فيه الكفايه، وبالتالي ما نلاحظه الان هو الادماج، ولكن ادماج محتشم بمعنى انه
بعض الإدارات غيرت اللافتات ديالها، بعض الإدارات تدخلها في الأوراق الرسمية لكن لم تعمم بعد إلى كل الإدارات. شكرا.